احتجينا وفلوس تعمل اللي بغينا يا مجلس الاحزاب يا صاحب الجلالة واجي تشوف المزالة والفساد عطى الريحة سوالي يوم سواغ الدار والتمويل ولا بالدار لا البرنامج ديال الفرصه راك العديد المرات انت جيتي عندنا خويا فايتك جيتي عندنا امام وزاره السياحه انت جينا العديد المرات امام وزاره السياحه وعدد الوقفات اللي وقفنا ودزنا في مختلف الجهات وهاد الناس راهم حاضرين من مختلف جهات المملكه على حسب التمويل اللي ما مولوناش والناس اللي هما المشاريع ديالها اللي هي مختاره من هذا البرنامج ديال برنامج فرصه اللي هو نحن اصبحنا ضحايا برنامج فرصه واحد المنشور اللي هو دارته الحكومه ديال 2022/06 اللي هو انا تنقوله وتحملوا فيها نتحمل فيها جميع انه برنامج فاشل لان هاد المقاولين راه ماشي هما اللي فاشلين راه هاد الناس اللي تيشرفوا على هاد البرامج واللي هما كيديروا اختلاسات واللي هما ما تينجحوش البرامج وتيقول لك بان البرنامج راه فشل. شنو تقول مثلا السياحه؟
المشرف على هذا الامر؟ وزيره السياحه خويا ما عطاتنا لا جواب لا والو، بان تيقولوا بان احنا ما تواصلناش معاه. لا ما تواصلناش معاه يعني امانه، هي ناعسه مع راساتها، ما كاع ما مسوقه لينا، كاع ما مسكالين عينا، ما تم كاتبوا ليها وكراسلوها، ودرنا اكري باش يتم اللقاء ديالنا معاها، ومع قالوا لي ما تمش اللقاء ديالنا معاها، والى يومنا هذا راه حنا باقيين مجرجرين. لا 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 جو، وهما بعدا واحد الاعتراف اللي اعترفت بعدا وزاره السياحه بواحد 1700 اللي هما متضرر، وهما كاينين على المستوى الوطني تقريبا شي 3000 متضرر. اش تقول وزاره السياحه؟ تنقول لها الله يهديك، الله يهديك علينا، تخايفين الله، تخايفين الله سبحانه وتعالى. مرارا وتكرارا نشدناها في وزاره السياحه، ما كاين لا مجيب، ما كاينش اللي كيهضر معنا، ما كاينش اللي كيسجب معنا، ما كاينش اللي كيديها فينا، ودابا كنطلبوها في هذا المنبر. ما عمرها عطاتنا، ما عمرها التسمت لينا كاع، ما عمرها راسلت لينا، ما عمرها هبطت عندنا، ما عمر صيفطت عندنا والو، ديما كنراسلوها جميع الوسائل راسلناها والو لا مجيب. شنو تقول لها؟ وجه لها دابا كنوجه لها واحد النداء، تنقول الله يهديك علينا، فحنا حتى خايفين الله سبحانه وتعالى، راه رمضان هذا وجايين على ود التمويل ديالنا، وصلنا جينا سيدي من الصحراء، من مولاي علي الشريف، من الارض الشريفه جينا لهنايا باش نناضلوا على حقنا، وصلنا للمرحله ديال التمويل، وصلنا للمرحله ديال التمويل ولا مجيب. راه دابا راه وصلنا لمرحله التمويل بجداره واستحقاق، وكنناشدوا هاد وزيره السياحه تعطينا شي حل، دير لنا شي حل، الحل اللي غادي يرضي فرصه، دوزنا فرصه، خصنا نديو فرصه، لان علاش؟ لان راه نجحنا بجداره واستحقاق، ماشي وكان ما نجحينش ولا شي ما نوصلوش لهنا، ولكن واصلين للتمويل، واصلين للتمويل، الله يهديها علينا خويا، الله يهديها علينا. شنو تقول وزيره السياحه؟ معكم للاسف وزيره السياحه التصريح اللي خرجت به الاخير من بعد ما استوفينا جميع الشروط ديال البرنامج، واستفدنا من يعني من تكوين في اكاديميه فرصه، ودينا جميع المراحل ديال الانشاء ديال الصياغ القانونيه والالتزامات بالعقود ديال الكراء. وزيره السياحه للاسف كتخرج بواحد التصريح كتستهتر به بالمصالح ديال المقاولين الشباب اللي وضعوا فيها الثقه، وضعوا الثقه في برنامج الحكومه، وباللي ان البرنامج الاهداف ديالو الى هذا البرنامج سلا، علاش هاد الناس واقفين هنا؟ علاش هاد الاخوان والاخوات اللي جايين من جهات بعيده في مناطق المغرب، من الجهه ديال سوسماسام، من الجهه ديال درعا تافيلات، ضاربين الكيلومترات في هذا الشهر المبارك، وكيطالبوا بحقهم، لان وصلوا لواحد المرحله ديال الياس، وصلوا لواحد المرحله ديال فقدوا الامل والاستسيء لنا كمقاولين. كتقول بلي انا البرنامج سالا ما بقاش بانت على الساحه، وضربات عرض الحال ديالنا في العيش الكريم في هذه البلاد السعيده. كنطالبوا من هذا المنبر، كنطالبوا صاحب الجلاله باش يتدخل في هذا الملف هذا، ويفتحوا تحريات على سميتو، لان كاينين خروقات لا يبث للواقع بشيء، ليس سوى محاضر مزوره ومحاضر مفبركه. تحيه. شنو تقول وزيره السياحه؟ اش كنقول لها؟ الله ينصر سيدنا، هو الاول. اش كنقول لهم؟ كنقول لهم اللي غادي يكذب علينا ما يجيش عندنا، اللي غادي يبقى يكذب علينا، اللي ما يصفيش الخدمه ديالو يعطينا اتساع. حنا راه بغينا نخدموا المغرب ديالنا، يعطيونا اتساع. كرينا، درنا مخاولين، جرينا، تكوننا، صرفنا، وفي التالي ما ناجحينش، فرصه سالات. وهاد المقاولين فين غادي يمشيو؟ فين غادي يمشيو دابا هاد المقاولين؟ اش غادي يديروا؟ باش غادي يخلصوا هاد الديون؟ باش غادي يوكلوا ولادهم؟ واش غادي يبقاو يدوروا دابا على الناس اللي عندها شكاريين؟ ما بقيتش انا كاري عندك، راه مسني معاه كونطرا ديال الكرا. اللي غادي يبقى يكذب، كنطلب منهم اللي غادي يبقى يكذب علينا ما يجيش عندنا ويعطينا اتساع، راه كاينين الناس اللي غادي يخدموا. والاقوال اللي ما غاديش دير ما تبقاش تقولهم. قول وفعل. قول وفعل. بغيتي تعطيني 10000 مقاول؟ علاش شديتي 3000 ولا 4000؟ علاش طلبتي منهم الكرا؟ علاش دوزتي لهم التكوين؟ علاش؟ علاش؟ ما طلب لياش العقد الكرا حتى ندوز في التكوين، ما طلب لياش المقاول الداسي حتى تعرف المشروع ديالي غادي تمولو، عاد طلب لي هاد القوانين، ارى لي عقد الكرا، ارى لي مقاول الداسي، ارى لي الشهادة،
ارى لي دير هادي وفي الثالث قول لي المشروع ديالك ما داش، واش غادي ندير انا مع هاد الناس الاخرين مع جزر الكونترا؟ واش غادي ندير مع الضرائب ديال المقاول الداسي؟ واش غادي ندير مع هاد الخلاص ديال لاسينيسيس؟ واش غادي ندير مع هاد؟ انا راه كاري ب 20000 درهم العام، اش غادي ندير مع هاد الناس دابا؟ هاد هما راه كيمشيو خمس سنين لخمس سنين باش كتجيو عندنا، يعطيونا اتساع، راه كاينين الناس اللي غادي يخدموا، راه كاينين الناس اللي غادي يخدموا.